البفتيك من الحاجات اللي ما بتحتاجش كتير يتعمل فيها. مقدرنا كيلو من البفتيك، عندنا كمان نص كوباية مية بصل، عندنا 2 كوباية من البقسماط المطحون، 2 كوباية من دقيق الذرة الأصفر، بيدي خشونة كده للكراست، بتبقى جميلة جدا، وممكن ما تستخدموهاش وتبقوا بقسماط بس. 1 كوباية من الدقيق وثلاث بيضات، نص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من القرفة الباودر، معلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البصل الباودر، ورشة من جوزة الطيب، وعندنا كمان ملح وفلفل اسود. بس كده، دي مقادير مية بصل. مليني يا نور الكميات ونبي انا ناسيه، علشان نقول الكميات للناس او نزلوها على الشاشه عشان اغش منها. لا عايزه التتبيله، ميه البصل اهو خلاص انا هتعامل. نص كوبايه من البصل. التتبيله بقى اللي هحطها عليها، هحط يا حبايبي رشه من جوزة الطيب، هحط حبهان باودر نص معلقه صغيره، وعلى فكره التوابل كمياتها بمزاجكم، وهحط معلقه صغيره من البابريكا، هحط معلقه صغيره من القرفه الباودر، معلقه صغيره من الكباب الصيني، معلقه صغيره من الثوم الباودر، وبصل باودر زيها معلقه صغيره، ورشه جوزة الطيب احنا حطيناها في الاول كده، ناقصنا الملح والفلفل الاسود. تعالوا نشيل الحاجات الفاضيه. ايه البولات الكيوت دي؟ عجباني قوي. ده انا لازم اعرف انتوا جايبينها منين، عايزه زيها. ملح، ايه اعتبرهم بتوعي صح؟ ما انا مش انا دايما اقول القناه بيتي، فخلاص ايه المشكله لما اخد البولات من بيتي يعني. رشه من الفلفل الاسود. بس كده الخلطه او التتبيله جهزت، تقليبه حلوه. ما بنحطش زيت خالص عشان ده هيتقلي، لو حطينا زيت الكراستة هتفك بعد كده. التوابل برضو بصوا عملت ايه، تقلت التتبيله، فلو احتاجنا ممكن نضيف شويه ميه زي بالظبط ما عملنا مع الفراخ، لكن هنا طبعا احنا اوريدي عندنا ميه وهي ميه البصل، ممكن نحتاج زياده عليها وممكن ما نحتاجش، واحنا بنقلب هيبان وهنعرف. هنخلي كده الميه جنبنا احتياط، والله احتاجناها اهي جنبينا، ما احتاجناهاش خلاص. يا ربي على سلك الايربيس ده، زهقني والله. يعني والله طلعت الهوا دي، يعني عايزه حد عنده، يعني ما اعرفش انا بجيب القدر ده من التركيز منين، يمكن عشان كده بفقد تركيزي بعد الهوا. سلك يضايقك، وناس بتتكلم في ودانك، وتليفونات لازم تاخدها، واكل لازم يخلص، ومقادير لازم تتقال، وناس في البلاتو بتعمل حاجات، يعني في مشتتات كتيره قوي، ما اعرفش الواحد بيجيب والله التركيز منين، بس هو ربنا يعني بيقدر. الكلام الجميل ده كله بقى هنعمل فيه ايه؟ هناخد البفتيك. ما تجيبولي خلطه ساره للبانيه اللي انا كنت عاملاها التوابل بتاعتي عشان احط منها شويه على البقسماط ورايا. طيب تمام، ادي شايفين شرايح اللحمه جميله ازاي، ده كيلو، لان بقى لما نكون بنجهز كميات يعني كيلو كميه مناسبه لو احنا عيله، يعني عددنا متوسط 4 افراد مثلا. الشفشه انا مسكته بايدي اللي فيها لحمه عشان انا هغسله، لكن مفيش اي حاجه همسكها بايدي اللي فيها لحمه واسيبها مكانها. انا حطيت شويه لحمه اطري كده التتبيله واسيلها عشان، امال انا قلت ايه؟ انا قلت شويه لحمه، انا حطيت شويه ميه. شكرا يا نور، في اي حد غيري مركز الحمد لله، عشان بس نسيل التتبيله شويه فتبقى البفتيك ايه عايم فيها كده ويتشربها. ده بالظبط اللي انا عايزاه، نفس فكره الكباب، انا عايزه البفتيك عايم في التتبيله. طيب بنسيب اللحمه تتبل على الاقل 4 ساعات لحد ليله يبقى تمام قوي. هل احنا هنعمل ده في البرنامج؟ طبعا لا، ما عندناش رفاهيه الوقت دي، وحرام اقعد اشيل اللحمه دي واجيب لحمه تانية انا متبلاها، ملوش داعي بصراحه، اسراف يعني، لان هي في الاخر بتطلع مقبوله يعني وبتتاكل مفيش مشكله. فيلا بينا نشوف بقى هنكمل ازاي.
هنعمل العجينة. عندكم على فكرة اختيار تاني للعجينة، انكم ممكن تعملوها في بولة وتضيفوها، بس بصراحة ده بيسبب لي مشكلة احيانا في ان ممكن اعملها انا واضيف مية، واجي اضيفها هنا الاقي مقدار المية زيادة فبتبوظ مني، فانا بفضل اعملها هنا كلها. هاخد البيض تقليبة كده، مدام احنا هنشتغل بايدينا مفيش مشكلة نشتغل بايدينا، وبضيفه على اللحمة. مفيش طبعا اي زفاره مع التوابل دي، انسوا مش هيحصل يعني، مش اوبشن اصلا. هنحط الدقيق. الناس بقى عاده بتقوم اخده اللحمه من التتبيله تحطها في البيض في الدقيق وبعد كده البيض، فانا يعني بختصر الخطوه دي بالعجينه اللي بعملها. وبعد ما اعمل العجينه بشوف لو انا محتاجه ميه، وانا محتاجه ميه الحقيقه. فاحنا لقينا العجينه تقيله قوي صح، فقمنا ضايفين شويه ميه. الامور بسيطه قوي يا جماعه، قوي فوق ما تتخيلوا. ضفنا الميه اهو هنقلب، والله لقينا نفسنا محتاجين شويه ميه كمان، برضو هنقلب تاني هنضيف تاني، ما يجراش حاجه خالص لحد ما تظبط معانا. انا شايفه ان كده حلو قوي. بصوا احنا بنبقى عايزين نوصل لايه كده، عجينه ماسكه على البوفتيك مش بتنزل من عليه، لان ما هي لو نزلت من عليه دلوقتي هتنزل من عليه وانا بغلفه، فبالتالي الكراست هتنزل مني وانا بقلي، ما هي البدايه كده. بس لو البدايه مظبوطه اخد نتائج مظبوطه. وانا طبعا يعني ايه، انا عارفه ان في ناس متابعانا كل يوم ويعني بيبقى ممكن الحاجات دي خلاص هم عارفين او شافوها قبل كده، ولكن انا بحب دايما احترم محتوى البرنامج، وهو سنه اولى طبخ لازم كل شويه كده نقف وقفه ونرجع للاساس. انا عارفه ان احنا عملنا الاساس مره واثنين وثلاثه وعشره، ولكن احنا دايما عندنا مشاهدين جداد لازم نستقبلهم بالحاجه اللي تفيدهم، ولازم نقدم لهم الحاجه اللي هي اصلا صميم محتوى البرنامج وهي الاساسيات. فاحنا النهارده يعتبر في الاساسيات كباب بانيه بوفتيك، ما اعتقدش يعني ان في ابسط من كده. اي واحده بتتجوز هتبقى عايز تعرف او يعني بتبقى مسؤوله عن بيت باي شكل من الاشكال، او واحد مثلا عاش لوحده هيبدا يطبخ اكيد عايز يعرف الحاجات دي. فما بحبش انا دايما اخص الطبخ للستات بس، بحب يعني اخصه للجميع. واحيانا يعني غصب عني يعني سهوا بلاقي نفسي بكلم الستات، ارجع راجع نفسي واقول لا يا ساره مش الستات بس اللي بتطبخ، فيعني اعذروني. فهو الطبخ موجه للجميع الحقيقه مش الستات بس. فده اهو احنا كده وصلنا للنتيجه اللي عايزينها، عجينه مغطيه شريحه البوفتيك تماما، لما بتنزل من عليها بتنزل ببطء بس كده زي الفل. هبدا اغطيه بالبقسماط. انا بص بعد اذنك يا حمدي انا هخلط البقسماط بس ونطلع الفاصل عشان بس اقول لهم انا حطيت ايه. انا عامله المره دي المره دي انا عامله الكروست بدقيق الذره، يعني حبيت اديكم التو اوبشنز. حتى الفراخ ينفع تعملوها بقسماط على دقيق ذره اصفر، بيبقى جميل جدا في القلي وبيدي كده خشونه للكروست الخارجيه. فانا عملت واحده كروست بقسماط بس، وعملت واحده الاثنين على بعض عشان ما نبقاش ايه اغفلنا اي حاجه وخدنا كده من كل فيلم اغنيه. رشه من الملح، بهارات ساره للبانيه نزلها لكم، نزلناها لكم على الشاشه وممكن ننزلها تاني الحقيقه. واحنا هنعمل حلقه بهارات على فكره ما تقلقوش، انا عارفه برضو ان احنا عملناها قبل كده بس هي قبل رمضان، مطلب شعبي يعني كله بيبقى طالبها. يلا بهارات ساره على البانيه اهي، بهارات ساره للبانيه نزلت لكم تاني. اي حاجه بانيه هتتقلي ممكن تتعمل بيها مفيش اي مشكله. بطاطس كروكات، كفته، سمك، حتى سمك ينفع بيها مفيش مشكله بيبقى جميل جدا. فراخ، لحمه، اي حاجه قلي ممكن تتعمل بيها. طيب ايه الحاجه الاخيره، الخطوه الاخيره اللي بعديها على طول هنطلع فاصل يا حمدي، ان احنا هناخد البوفتيك من العجينه بتاعته نغلفه بالكراست اللي احنا حضرناها. لو عايزين الكراست بقسماط بس زي ما اتفقنا مفيش مشكله، لو بتحبوا البقسماط اللي هو الصيني البانكو برضو مفيش مشكله كله بينفع. طبعا تقدروا تقللوا حجم شرايح البوفتيك عن كده، ممكن تقسموا دي بالنص مفيش مشكله. بصوا بقى قمر بتترقص لنا اهي، بصوا
جميله ومتغطيه بالكراست ومفيش اي مشكله فيها. ولما وهنقلي برضو عشان نوريكم ان قليها بيطلع نتيجه ممتازه. حاجه خضراء احسن ومحتاج تطلع. يلا انا بس ايه في عظمه بتحصل. بصوا حمدي السوسه بيقول لي ايه، بيقول لي بقول لك ايه، هو انت لازم تفرزيه كله؟ طبعا ده مش سؤال بريء، ده سؤال معناه بقول لك ايه، ما تخلي عندك دم وتقللنا الباقي. هو عايز يقول لي كده يعني يا حمدي يا حم، ولا قصدك ليك حق ليك، انا عذراك. بصوا تعالى 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 نقول لهم انا عذراك ليه. تعالى بصوا يا جدعان، بصوا المنظر ايه ده، كميه كراست. طيب هسالكم سؤال، في نقطه كراست وقعت من عليه؟ لا. ليه؟ عشان الشغل الصح بيطلع نتائج صح. اشتغلوا صح، مقادير عيارات تكنيك، ركزوا فيه تاخدوا نتائج زي اللي انا عاملاها بالظبط واحسن كمان. ده انتوا في البيت بتبقوا براحتكم ومركزين ومعاكم وقت، ويعني الدنيا بتبقى جميله جدا. يا حلاوتك يا حلاوتك، مفيش بقى كلام يعني بعد اللي انتوا شايفينه ده.